السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أخبار الأمس من خير؟ طيبين تمام. السلام معكم مستر عمل 8 7 8 من قناة اليوم. جاب لكم لاست من جديد لعبة يوجو يوجي يو. ها للمرة دي هير ما في لا تنسى ولا كود ولا شيء. طبعا بحب بالسلسلة لا من بداية سلسلة زي كذا. المفروض إني أبدأ من أول سلسلة من جو ويلر بس إنها سلسلة جو ويلر بكلب. فدخلنا الحين على سكايبا. صراحة نبدأ نقول سكايبا سكاي بعد خصم يوغي جميل حلو. اول ثلاث اوراق جميلة، اول ثلاث خوخ جميلة، تجميع اجزاء اكسوديا سيليكسيون. يلا عاد يملك اخواني بالله اقوى ورقة جوي. سكاي بيملك اقوى وحش عنده اللي هو التنين الابيض، التنين الازرق، التنين الابيض ازرق العينين. ايه هجم علي الله يقلع الكلب الوسخ. طيب انا عندي يوغي، عندي اجزاء. ايوه اول ثلاث اجزاء من اكسوديا، يد يمين ويد يسار وراس اكسوديا. شوف الحين بسرعه تطلع الاجزاء، تطلع الحين الاجزاء بسرعه. ايوه شوف ضوء الكاشف حلو حلو عملاق القرنين. طيب العب سيوف ضوء الكاشف والعب هذا الوحش الدفاع واختم مدوري. باقي جزئين بس من اكسوديا، الرجل اليمين والرجل اليسار بس خلاص. بينتهي سريع سريع. لو طلعت لي الحين يا سلام في اللعبة هذه. ايوه خلاص هذه الرجل اليمين طلعت، باقي الرجل اليسار، باقي الرجل اليسار. اكسوديا قريب بيكون اسرع جيم لو انهي على سكايبا من دور السادس. باقي جزء جزء اكسوديا يلعن بالقهري. اكسوديا تكفى اكسوديا تكفى. جزء من اكسوديا بس رجل ثانية بس. ايوه حلو 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 حلو. الاوراق بدي صار كثيرة. جزء واحد بس من اكسوديا، جزء واحد بس يطلع جزء واحد. طبعا اول لايف يو اتمنى اكمل السلسلة بعدين المقاطع الجاية. اذا كانت تبغون اكتبوا لي في الكومنت وزي كذا. جزء واحد تكفى اكسوديا. لا طيب اول شيء العب رقة الفخذ حلو. ارسل وحشين للمقبرة. لا املاك قرنين. لا حلو حلو عوض عوض. ثاني شيء انا عارف ان ستكايبا عنده ورقة فخوخ. فهمت كيف؟ ثالث شيء العب سيوف ضوء الكافر عشان تكمل عليه ادوار جاية. الشيء الثاني اشرب دي بحط الحارس الحجري وضع الدفاع. انا حمار ضيعت عملاق القرنين يا شيخ. خلاص خلاص الزبدة. اسرع دور بمر على استفايدة. لو طلع اكسوديا لو جاء الحين اكسوديا بيكون اسرع دور على سيتو كايبا. محتاج الوحشين هذولي يمكن يقلب علي. هو لو استدعى تنين النبي القي قال توقعت انه راح يستدعي بس ما راح يمديه. ايوه سيد الثقه. لسه باقي له تقريبا حوالي 5 ادوار عشان يجي. حلو ورقه واحده الحين لكسوديا بس. ورقه واحده بس لكسوديا. اكسوديا جزء واحد بس اكسوديا المنبوذ جزء واحد بس. خلاص اختم عليه الدور. اكسوديا المنبوذ. على العموم ان شاء الله يا رب يكون عجبكم المقطع. عليكم تفضل سبسكرايب. لنا لقاءات ثانيه ان شاء الله. طبعا استكاي بهذا خصم يوغي خصم يعني من الجزء الاول للجزء الرابع هو خصمه. لايككم تفضل سبسكرايب ونشوفكم ان شاء الله في مقطع ثاني. اذا تبون نكمل السلسله اكتبوا لي في الكومنت. يلا شكرا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.